ننتقل إلى ضيفنا من عمان السيد أحمد عزام المحلل الأول لأسواق المال في إكويتي. صباح الخير سيد سيد أحمد. لو أبدأ معك يعني من هذا ما سألته لزميلي محمد قبل قليل، هذه البيانات الأخيرة من بالنسبة للوظائف، لأي مدى برأيك أنه ستعزز هذه التوقعات بمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي سنتوقع أيضا مسار صاعد مرة أخرى للدولار؟ صباح الخير فهد لك ولجميع المشاهدين. نعم، بكل تأكيد أرقام الوظائف الأمريكية كانت إيجابية بشكل قوي، بشكل جيد، بشكل ممتاز. إضافة الاقتصاد الأمريكي 517 ألف وظيفة بشكل أكبر من المتوقع، أكبر من السابق، حتى بشكل أكبر من المتوسط الشهري المتوقع. حتى بكل تأكيد تم مراجعة القراءة السابقة بشكل إيجابي. البطالة قد سجلت انخفاضات إلى 3.4%، البطالة الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 50 عام أو أكثر من 50 عام. بكل تأكيد أرقام البطالة المنخفضة تعطي الفيدرالي الأمريكي بعض الوقت، بعض الراحة لمتابعة تأثير تجديد السياسة النقدية، نظرا لأن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لم يشهد ركود مع بطالة منخفضة. فبالتالي بكل تأكيد دورة تجديد السياسة النقدية ممكنة وواردة جدا أن تستمر، وهذا ما سمعناه من جيروم باول بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون مستمر لجولتين أخرتين، لاجتماعين آخرين، 25 نقطة أساس لشهر 3 ولشهر 5. لكن السؤال يبقى هنا فهد، هل الفيدرالي الأمريكي قادر على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأن يصل بالتيرمينال ريت أو سعر الفائدة النهائي بشكل أكبر من 5% مما كانت تتوقعه الأسواق سابقا؟ الدات بلوت أو المنحنى النقطي لأعضاء الفيدرالي الأمريكي كانوا قد ذكروا سابقا بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة إلى 5% ثم البوزينج أو التوقف المؤقت لمتابعة الأرقام الاقتصادية وارد جدا، لكن الدات بلوت أو في شهر 12 كان قد أظهر بأن أعضاء الفيدرالي الأمريكي يتوقعون 4.9%. فبالتالي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في شهر مارس سوف نصل إلى 5 بالنسبة لأسعار الفوائد، ورفع في شهر مايو سوف يكون 5.25. بالتالي وصلنا إلى مرحلة كبيرة جدا، فيما لو اطلعنا على أرقام التضخم الأساسي، أرقام التضخم الأساسي قد سجلت انخفاضات إلى 5.7%، أرقام لا تزال عالية جدا. بعض المخاوف أن هناك التضخم يعتبر راسخ في الاقتصاد، لأن التضخم الأساسي يقيس أرقام أو مكونات التضخم باستثناء الغذاء والطاقة. الطاقة كانت قد سجلت انخفاضات في الفترة الماضية مما أثرت بكل تأكيد على أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، وانخفض من ذروته 9.1% إلى 6.5%. لكن المؤشر الرئيسي هنا أو المؤشر الأساسي عفوا باستثناء الغذاء والطاقة لا يزال مرتفع 5.7%، أعلى من مستهدفات الفيدرالي الأمريكي. فبالتالي ممكن أن يكون أرقام التضخم لا تزال تحتاج مداخلات الفيدرالي الأمريكي أو تدخل الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. لو طلعنا على أداء الدولار الأمريكي منذ بداية العام بكل تأكيد سجل انخفاضات من 115، أقصد هنا مؤشر الإندكس انخفض من 115 إلى ما يقارب المستويات النفسية 100، لكن لو اطلعنا هي انخفاضات قد وصلت كتصحيح بنسبة تجاوزت 50% للموجة الصاعدة منذ عام 2021. فبالتالي على ما أعتقد أن تصحيح الدولار الأمريكي يعتبر صحي في الفترة الحالية، مستويات 100 المستويات النفسية تعتبر مستويات قوية للمؤشر نفسه، لكن يجب متابعة من الدول، من البنوك سوف يتجه لوقف أسعار الفائدة، ولما لا في عام 2024 في بدايتها أو في نهاية عام 2023 نستمع إلى إمكانية تخفيض رفع أسعار الفائدة. طبعا هنا فيما لو دخلت الدول في مرحلة الركود، وسوف وقتها نشعل الضوء الأحمر للبنوك من سوف يصل لتخفيض أسعار الفائدة. فبالتالي عند تخفيض أسعار الفوائد بكل تأكيد سوف ينعكس إلى الانخفاضات. فبكل تأكيد باختصار هنا الدولار الأمريكي قادر على مواصلة تجديد السياسة النقدية، قادر على تسجيل بعض الارتفاعات فيما لو استمرت التداولات، المؤشر نفسه أعلى من المستويات النفسية 100. يعني يمكن ما يدعم كلامك سيد أحمد اليوم ما ذكره أو ما سمعناه من رافائيل بوستك الرئيس الفيدرالي في أتلانتا، واللي قال أنه ربما نصل معدل ذروة أعلى مما كان متوقع. هنا فقط يعني أود أن أستفسر عن اليورو اللي يعني ننتقل، والبنك المركزي الأوروبي، برأيك هل سيستطيع مجاراة الفيدرالي هنا وبالتالي سيدعم اليورو أمام الدولار؟
كيف الصورة بالنسبة لليورو؟ نعم بكل تأكيد، اليورو كما لاحظنا في الفترة الماضية أو في الأسبوع الماضي كان قد سجل ورفع أسعار فائدة بخمسين نقطة أساس. كريستين لاغارد كانت قد أشارت إلى أن خمسين نقطة أساس أخرى واردة في الأسواق في الربع الأول شهر ثلاثة قد تكون بدأت تسعر بالنسبة لليورو لرفع أسعار فائدة خمسين نقطة أساس. بكل تأكيد ذروة التضخم ممكن أن تكون قد وصلت بالنسبة للاتحاد الأوروبي 8.5%، لا تزال أرقام مرتفعة بالنسبة للتضخم، فعلى ما أعتقد لا تزال تحتاج تدخل الاتحاد الأوروبي أو تدخل بنك أوروبا لعمليات رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. فهنا على ما أعتقد سيكون لدينا بعض من الفجوة في عمليات أو السياسات النقدية. على ما أعتقد هنا تبريرها الوحيد هو تأخر الاتحاد الأوروبي أو تأخر بنك أوروبا بعمليات رفع أسعار الفائدة دون قريناتها من البنوك المركزية الأخرى. فعلى ما أعتقد اليورو قد يكون جيد أو أداؤه جيد في الفترة القادمة، فيما لو استمرت كريستين لاغارد بعمليات تجديد السياسة النقدية في الفترة القادمة إلى منتصف العام بزيادة، أقصد هنا بأكثر من 50 نقطة أساس بعد شهر 3، 25 نقطة أساس ما قبل النصف الأول من العام 2023، فبالتالي اليورو قد يكون أو قد يستفيد من هذه التحركات نظرا للفجوة في السياسات النقدية بين البنوك المركزية. أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في إيكويتي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.